في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا في جامعة المنيا. ومن جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان. وأشار الوزير إلى أن الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جامعة المنيا النهاردة شهدت بعض الافتتاحات للمستشفيات الجامعية وكلية دار العلوم، وده كان على هامش استضافة الجامعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وكان النهاردة يوم في مجموعة من الحاجات الإيجابية جدا اللي بتفيد جامعة المنيا والجامعات المصرية. بنشرف للمرة الأولى باستضافة المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة المنيا، شرف كبير لينا. الجامعة اليوم بتضيء بوجه مشرق من جميع النواحي الهوية البصرية، الفنية، الموسيقية، التعاون المختلف اللي موجود ما بين الشركات وما بين المستثمرين ورجال الأعمال وما بين الجامعات الخاصة وجامعة المنيا وإقليم شمال الصعيد، جامعة بني سويف وجامعة الفيوم وجامعة المنيا. ولينا الشرف وإحنا سعداء جدا باليوم التاريخي ده.